أوديغارد الآن إلى سيد بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي مصرحا بعد نهاية اللقاء. Pep, how would you analyze that? Pep, ما هو تحليلك؟ We take the point. حصلنا على نقطة. حاولنا على كل حال، قدمنا مباراة جيدة، دفاعات كانت متقاربة متماسكة، لم نتمكن من الضغط كما أردنا، لأن بالتأكيد كانت أغلبها كرات طويلة وكرات ثانية عائدة من الدفاع. هناك قوة جسدية كبيرة جدا كذلك في الفريقين، وعندما دخل ريكو كذلك رأينا بالتأكيد بأنه كان هناك فرصة أو فرصتين عند الانتقالات والارتداد من الدفاع إلى الهجوم المرتد، ولكن مرة أخرى نحن لعبنا بهويتنا، ولكن كان ينقصنا الدقة في الثلث الأخير، ولكن لم تكن مباراة سهلة، والمهاجمون ذهبوا مع رودري وحاولوا، وبالتأكيد هم دفعوا بشكل جيد جدا، أقوياء على الصعيد الجسدي في الكرة العالية كذلك. نقطة لكل فريق، إذن هل هذه هي المباراة التي توقعتها؟ نعم، المباراة الأولى في ملعب الإمارات كانت مشابهة. نعم نحن حاولنا فعلا أن نصنع فرصا أكثر، لكن الأمر ليس سهلا. لاعبون جيدون جدا ودافعوا بشكل ممتاز، وكذلك الضغط كان جيد فعلا، ما يفعلونه جيد جدا، ونحن حاولنا أن نكسر خط الدفاع بالنسبة لهم، ولكن لم نتمكن من التسجيل على كل حال. إذن وبالأظهر كذلك هم عرفوا كيف يدافعوا بشكل ممتاز، واقتربوا من جورجينيو وديكلان رايس كذلك، ولكن على كل حال متقاربون جدا في خطوطهم، ولذلك هم الآن ليسوا في أعلى ترتيب. نعم ليفربول، ولكن في الموسم الماضي كانوا ممتازين أيضا.